حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، واشهد سيدي رسول الله انك قد اديت الامانه وبلغت الرساله ونصحت الامه، وما انتقلت إلى الرفيق الأعلى حتى تركتها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أما بعد، معشر المسلمين، يا من رضيتم بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا، إني أوصيكم وإياي بتقوى الله العظيم وطاعته، وأحذركم ونفسي الخاطئة من عصيانه ومخالفة أمره، لقوله عز وجل: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته
ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله معشر المسلمين، إن غايات الناس في هذه الحياة متعددة. هذه الغايات والأهداف الكثيرة التي يضربون الفيافي في سبيل تحقيقها، فمنهم من يضرب الأرض من أجل مربح مادي، ومنهم من يضرب في الأرض من أجل الاستجمام والنزهة، ومنهم من يضرب في الأرض لزيارة مكان معين أو إنسان تربطه به رابطة معينة. ولكن هناك غاية نبيلة، هناك هدف سام يسعى إليه الخلص من عباد الله عز وجل. هؤلاء المؤمنون الطاهرون الطيبون الذين زكت نفوسهم وخلصت سرائرهم يتوجهون في موكب مهيب تهوي قلوبهم إلى البيت العتيق، إلى المسجد الحرام، إلى أم القرى، إلى أول بيت وضع للناس في مكة. من أجل ماذا؟ ليطوفوا بالبيت العتيق، ليكونوا ضيوفا على الرحمن. فأكرم بوفد دخل دار الملك، أكرم بوفد جاءوا طائعين مختارين تحملهم المحبة والرضا من الله سبحانه وتعالى. لا يريدون مغنما دنيويا، ولا يريدون صيتا ولا مدحا ولا ذكرا، إنما يريدون أن يرضى عنهم مولاهم. فلذلك إنهم حلوا ضيوفا على الرحمن، نظر إليهم سبحانه وأوحى إلى رسوله الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فأخبرهم الصادق المصدوق أن الحجاج والعمار وفد الله وزواره إن دعوه أجابهم، وإن سألوه أعطاهم، وإن استغفروه غفر لهم. هنيئاً لمن بول مثل هذه الدرجة، هنيئاً لمن نال مثل هذا الوسام، هنيئاً لمن أعطي مثل هذا العطاء، عطاء من الله سبحانه وتعالى. كيف لا وهو يستجيب لدعاء إبراهيم أبينا إبراهيم عندما أمره الله عز وجل قائلا: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، يأتوهم مشاة راجلين وراكبين يستجيبون أمر الله عز وجل الذي أوجبه عليهم وجعله ركنا من أركان دينهم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هذا البيت قرة الأعين، إنه البيت العتيق، من دخله كان آمنا. الخائف إذا دخله أمن، والظمآن إذا
الجائع إذا دخله شبع، كيف لا؟ وفيه ماء زمزم القائل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: زمزم لما شرب له، فهو طعام طعم ودواء سقم، فاشرب بأي نية شئت وكن متعلقا بالله عز وجل. نعم، هذا البيت الذي في ركنه الحجر الأسود، وهو حجر من أحجار الجنة كما أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث كان يقبله المصطفى صلى الله عليه وسلم ويقول لعمر: يا عمر، ها هنا تسكب العبرات. نعم يا إخوة، ها هنا تسكب العبرات. كيف وحالك؟ يقول لربك عز وجل: إلهي ومولاي، جئتك بذنوب كثيرة وسيئات عديدة وخطايا لا تعد ولا تحصى، وأنت أكرم الأكرمين، جئتك من بلاد بعيدة، جاء متذللا لله، دخل على بيت الله والله عز وجل هو أكرم الأكرمين، جاءه عباده شعثا غبرا طاحين، كلهم يسأل الله عز وجل، كلهم يتمسكن ويتذلل لله سبحانه وتعالى، كلهم مستسلم لأمر الله، كلهم قد عاهد الله وعقد صفقة بينه وبين الله على الطاعات والقربات والمصارعة بالخيرات والبعد عن المحظورات وترك المنهيات عنها، كيف لا؟ وهذه هي خلاصة تلبيتك وأنت تلبي، فيجب عليك أن تعي ما تقول وما يصدر عنك. أنت تعاهد الله مرات ومرات، وأنت تقول له، وأنت في بيته، وأنت في الطريق إليه: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. نعم، هذه طاعة، تلو طاعة، أمرك يا مولاي لا حاجة لي ولا مطمع لي ولا مطلب لي سوى رضاك عني. نعم، تذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يطوف بالبيت ويأتيه عثمان بن طلحة يوم أن كان يحمل مفاتيح البيت ويمنع رسول الله من الطواف، ويأذن للكل أن يطوف إلا محمدا صلى الله عليه وسلم. تذكر وأنت تطوف وترى الملايين من الناس يطوفون، تذكر أين ذلك المنع لرسول الله عليه الصلاة والسلام وما آل إليه، منع فترة قصيرة ويسيرة، وهذه هي الملايين تطوف تقتدي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا رأيت الركع السجود تخيل عقبة ابن أبي معيط وهو يضع سن الجسور على رسول على ظهر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، تذكر كم من ساجد وكم من راكع لسان حال واقعه يقول: فداك أبي وأمي يا رسول الله، والله إنك لأحب إلي من نفس التي بين جنبيك. انظر الملايين تركع وتسجد لله وهي محبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إن دلت هذه الأمور على شيء فإنما تدل على أن العاقبة لدين الله، وأن النصر للمؤمنين، وأن الله سبحانه وتعالى سيؤيد هذا
سبحانه وتعالى، ولو تمال عليه المتمالئون ولو تحزب عليه الأحزاب، ولكن الله عز وجل بالتالي سينزل نصره وسيجعل من يؤيدون هذا الدين ويقتلونه بدمائهم وأموالهم وبكل ما يملكون كما فعلت الأنصار مؤيدة دين الله عز وجل مع المهاجرين حتى اكتمل الدين وبلغت الرسالة وأديت الأمانة. عباد الله، معشر المسلمين، في هذا الموقف العظيم ترى حقيقة وجوهر هذه الرسالة. المسلمون يجمعهم مكان واحد في زمان واحد، لباسهم واحد، موضعهم واحد، مسألتهم واحدة. إنه تجسيد للأمة الواحدة، أمة التوحيد، أمة الرسالة. إن هذه أمتكم أمة واحدة. نعم، لا فضل لأحد منهم على أحد، ولا يتميز منهم أحد على أحد أبدا. أسودهم وأبيضهم، عربيهم وأعجميهم، غنيهم وفقيرهم، كلهم في صعيد واحد. قد يطلع عليك بعض الناس الذين نسأل الله أن يعافينا جميعا مما ابتلاه به، فيقول لك فلان يجلس في خيمة كذا وفلان كذا. هذه الأمور لا تقدم ولا تأخر، وإنما انظر إلى الحقيقة، انظر إلى الوحدة في اللباس وفي الدعاء وفي المكان. كلهم كيف يتوجهون إلى الله سبحانه وتعالى بدعاء وتضرع ومسكنة. هذا ملك، هذا وزير، هذا فقير، هذا غني، كلهم يسأل الله عز وجل. ما في يوم لعلية قوم ويوم آخر للفقراء والمساكين أبدا، إنه يوم واحد، يوم عرفة. الكل يلهج لسانه بالدعاء ومسألة الله سبحانه وتعالى. هناك يتجلى عليهم مولاهم: يا ملائكتي انظروا عبادي ماذا يريدون. يقولون: يا رب، يسألونك الجنة ويعوذون بك من النار. فيقول المولى العزيز الجبار الغفار: يا ملائكتي اشهدوا أني قد أعطيتهم ما سألوا وأممتهم مما خافوا. لذلك جاء في الأثر أن أعظم المسلمين في المسلمين جرما رجل وقف بعرفة وظن أن الله لم يغفر له. فنسأل الله أن يجعل حجاجنا سالمين غانمين، يعطون أفضل صورة وأنقى صورة عن شعبنا وعن بلادنا، فليكونوا كالشامة بين الناس وبين القبائل وبين الأقوام. لباسهم العفة والعزة، الشهامة والنخوة والإيثار، لا يشار إليهم بعيب، ولا يشار عليهم أنهم فعلوا أمرا لا يليق بمكانتهم ولا بسمعة قضيتهم ولا بسمعة بلادهم. هذا أملنا بأبناء شعبنا، أن يكونوا سفراء خير لبلادهم في تلك البلاد وفي كل مكان. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. صلى الله عليه وآله وسلم. طاب وطيب يكون في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وما أعظمه من حال
وما أعظمه من حال لا يتخيل المرء لذة ولا يتخيل فرحة تعدل هذه الفرحة، أنه يدخل من باب السلام ويأتي يقف أمام قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له السلام عليك يا رسول الله. والله إنه لموقف ترتجع فيه الفرائض ويخلق القلب وينهب الدمع. كيف وتتخيل نفسك أمام سيد الخلق وشفيع الخلق عند الله وحبيب الرحمن، تتخيل نفسك أمام حبيبك رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل إني في قبري حي طويل لا يسلم علي ابن المسلم إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام، أشهد أنك أديت الأمانة وبلغت الرسالة ونصحت الأمة وجاهد بالله حق جهاده. تخيل هذا الموقف العظيم، كيف ألا تستحي يا جنب رسول الله عليه الصلاة والسلام يوم أن يعاتبك يقول لك جئتني مسلما وشاهدا ومعينا، وبعد أن رجعت عدت إلى ما كنت تعمله من مخالفة لكتاب الله وسنة عتاب رسول الله. يا إخوة، بل يسقط لحم وجه المرء حياة من عتاب رسول الله. تركت سنتي؟ تتخيل هذه الحجرات فيها أمهات المؤمنين، فيها بلال من خارجها يقول والصلاة يا رسول الله، ثم تسلم على الصديق أبي بكر رفيق رسول الله. تخيل هذا الموقف العظيم وأنت أمام الصديق وهو يعد جيوشا لقتال المرتدين ويقول لعمر أجبار من الجاهلية خوار في الإسلام، والله لو قاتل النار ولو انفرت بها خالقتي. مواقف عزة، مواقف الهمة العالية والإرادة القوية. تسلم على الصديق صهر رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم تسلم على الفاروق رضي الله عنه أمير المؤمنين، وبد الهم والشكوى لله. قل له يا رب إن أمير المؤمنين عمر قال لو عبد ربه لفي العراق لخشيت أن يسألك الله عنها. يا عمر لم لم تسوي لها الطريق؟ واليوم أمة حبيبك معطرة في خطواتها، قلت وهو تركض من هنا وهناك وتهدى من هنا وهناك. فضل الله وعمل في دعائك ما استطعت، واجتهد في صلاتك ما استطعت وأنت تناجي ربك، واعلم أن لك ربا كريما رحيما سميعا بصيرا. ادخل روضة الحبيب، ما بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة، فصل بها واترك مجالا لإخوانك حتى يصلوا بها فينالوا بذلك الأجر العظيم. نسأل الله رب العرش العظيم، نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وباسمه الأعظم أن يجعلنا من أهل الصدق والإخلاص، أن يجعلنا من أهل الاستقامة، وأن يمن علينا بكل لون من ألوان الكرامة. نسأل الله أن يصطفينا في الدنيا وأن يمن علينا بالعفو الكريم والمغفرة والثواب الجزيل في الدنيا والآخرة. إن الله وملائكته يصلون على
صلت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، وارفع بمنك كلمه الحق والدين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، اللهم اعنا ولا تعن علينا، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم اكرمنا ولا تهنا، اللهم اعزنا ولا تذلنا، اللهم اعطنا ولا تحرمنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم ردنا اليك ردا جميلا، اللهم لا تذر فينا شقيا ولا محروما، اللهم ارحمنا فانك بنا راحم، ولا تعذبنا فانت علينا قادر، اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا، وامنا في اوطاننا، واجعل لنا ولجميع المسلمين من كل ضيق مخرجا، ولكل هم فرجا، ولكل عسر نصرا، واقم الصلاه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله اكبر والله اعلم. يعني. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر اعتذروا تراصوا سد الفرج ساووا صفوفكم لا تدعوا فرجات بينكم استقيموا وعدكم الله اكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله أكبر
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.